بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. نكمل دراستنا مع بعض في سفر يشوع. نبتدي النهاردة من الإصحاح الثاني. الإصحاح الأول كان دعوة ربنا ليشوع ووعود جميلة ونصايح جميلة ليشوع. وعود أنه هو هيكون معاه مش هيسيبه وهيسنده زي ما كان مع موسى يكون معاه. ونصايح جميلة أنه يتحفظ انه يذاكر الشريعه كويس قوي قوي ويعمل بيها وعشان كده ينجح في كل طرق. وبعد كده يشوع بدا يكلم الناس وقال لهم احنا الخطه بتاعتنا هنعمل ايه، وقالوا له زي ما سمعنا لموسى هنسمع لك واحنا ماشيين معاك قلب واحد. هما لسه ما عدوش الاردن، هما في الشرق، هما دلوقتي في شرق نهر الاردن، لكن هم داخلين أرض الموعد يعني جوه غرب نهر الأردن. فقبل ما يدخلوا أرض الموعد بعت زي ما موسى بعت 12 واحد يتجسسوا أرض الموعد، يشوع بعت 2 يتجسسوا المدينة الكبيرة اللي في وشهم على طول. الأول ما هيعدوا الأردن هيلاقوها في وشهم وهي مدينة إيه؟ أريح. فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرا قائلا اذهبا انظر الأرض وأريحة. فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها رحاب وضجع هناك. فقيل لملك أريحة هوذا قد دخل إلى هنا الليلة رجلان من بني إسرائيل لكي يتجسس الأرض. فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول أخرجي الرجلين اللذين أتيا إليك. في السبعينية يحط كلمة الليلة الماضية، يعني هما راحوا لها اليوم اللي قبليه بالليل فبعت لها الناس تاني يوم. ودخل بيتك لأنهما قد أتيا لكي يتجسس الأرض كلها. فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهما وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما، وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان، لست أعلم أين ذهب الرجلان، اسعوا سريعا وراءهما لكي حتى تدركوهما. أما هي فأطلعتهما على السطح ووارتهما بين عيدان كتان لها منضدة على السطح، مفروشة يعني على السطح. فسعى القوم وراءهما في طريق الأردن إلى المخاوض، وحالما خرج الذين سعوا وراءهما أغلقوا الباب، وأما هما فقبل أن يضجعا صعدت إليهما إلى السطح. وقالت للرجلين علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض وأن رعبكم قد وقع علينا وأن جميع سكان الأرض ذابوا من أجلكم، لأننا قد سمعنا كيف يبس الرب ما مياه بحر سوف قدامكم عند خروجكم من مصر وما عملتموه بملكي الأموريين اللذين في عبر الأردن سيحون وعوج اللذين حرمتموهما. سمعنا فذابت قلوبنا ولم تبق بعد روح في إنسان بسببكم، لأن الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت. فالآن احلف لي بالرب واعطياني علامة أمانة لأني قد عملت معكما معروفا بأن تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا وتستحيي أبي وأمي وإخوتي وأخواتي وكل ما لهم وتخلص أنفسنا من الموت. فقال لها الرجلان نفسنا عوضكم للموت إن لم تفشوا أمرنا هذا، ويكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانا. نقف هنا. الست دي معروفة كانت في البلد ان هي بتسترزق من العلاقات الغلط، ويبدو يعني مش مؤكد بس يبدو انها كانت بتصرف على أسرة كبيرة، يعني هي بتجيب لهم فلوس من العلاقات اللي بتعملها مع اي حد وتصرف على أبوها وأمها وإخواتها وأخواتها زي اللي كانت حاسة بالمسؤولية عن البيت. يعني طبعا بصرف النظر عن المهنة دي مهنة وحشة،
وما فيهاش احترام للهيكل اللي ربنا عطاه لنا والإناء اللي ربنا اتمنى عليه. لكن كانت فيها مجموعة حاجات كويسة. أول حاجة كان عندها إيمان ربنا، على الرغم من هي مجرد بتسمع، لكن السمع ده خلاها خدت موقف. ما في ناس كتيرة بتسمع بس ما بتاخدش قرار تمشي ورا ربنا. يعني ربنا عظيم، خالق عظيم ومحب للبشر ومعتني بأولاده، لكن أنا بتفرج من بعيد، أنا ما دقتش إنه يعتني بيا، ما دقتش إن أنا أترمي في حضنه، ما دقتش إن أنا أدخل في شركة معاه وأتخلص من الخطية، عشان مش عارف أدخل في شركة معاه وأنا محتفظ بالخطية في حياتي. فما دقتش كده، أنا مجرد بسمع وبتفرج. لا، دي مش بس بتسمع وتتفرج، دي عندها إيمان. دي كان عندها إيمان عجيب لدرجة أنها بتقول للجاسوسين، إيمان كان أكبر منهم، بتقول لهم في عدد 9: علمت أن الرب قد أعطاكم الأرض. أنا عارفة أن هو هيديكم الأرض، أعطاكم خلاص بفعل الماضي، يعني زي كتب لكم، زي واحد كده بيكتب لأولاده خلاص منام كتب لهم خلاص، يمكن هم مش في إيديهم الحاجة دلوقتي بس هو خلاص كتبها لهم. الرب قد أعطاكم الأرض، زي ما نحمية كان عنده إيمان برضه في بداية خدمته، قال إله السماء يعطينا الإيه؟ النجاح. أنت اشتغلت حتى نحمية خالص؟ لا أنا اشتغلتش، بس إله السماء يعطينا النجاح، وإحنا نقوم ونشتغل، ونحن عبيده نقوم ونبني. إله السماء يعطينا النجاح. الإيمان بتاعنا كده، إله السماء يعطينا السماء، يعطينا الميراث الأبدي. إلهنا بيحبنا ويدينا مجد. لازم يبقى عندنا الثقة دي، عندنا الثقة دي، بس مش على أساسها هننام، لأن أنا لو ربنا عطيني النجاح وأنا ما ذاكرتش مش هنجح، يبقى ضيعت من إيدي النجاح اللي ربنا عطيهوني بس أنا ما استلمتوش. يعني زي ربنا بيمد إيده كده، لازم أنا مدي إيدي واخد، لو أنا ما مدتش إيدي مش هاخد. فربنا بيديني، لكن انا لازم اجتهد، ودي اتكلمنا فيها الأزمرة اللي فاتت، انه كل حته حدوسها بطون اقدامهم هتكون لهم. طب وكسلوا وناموا ما رضوش ياخدوا الحته دي، خلاص فضل قاعد فيها الاشرار واللي بيعبدوا الاوثان واللي عايشين في عبادات نجسه وهيعدوهم. فالانسان لما يبقى عارف كده ان ربنا عطيله السماء يجتهد بقى. اباكم قد سر ان يعطيكم الملكوت، ده معناه ايه؟ ان انا اجتهد عشان اخد نصيبي في الملكوت. الملكوت ده بتاعي، ده بتاعي، طيب لازم اجتهد عشان اخد نصيبي. اجتهدوا ان تدخلوا من الباب الضيق، هذا الطريق المؤدي الى الحياه، المؤدي الى الملكوت، اجتهدوا. ففي دور لربنا وفي دور لي، ما اقدرش اغفل دوري، وما اقدرش كمان انسى دور ربنا الاساسي جدا اللي هو بيديني الايمان، ان انا معلق حياتي على دور ربنا، لكن في نفس الوقت أنا كمان باخد قرار، باخد موقف. فهي على هذا الأساس حمتهم، عرفت أن هم من إسرائيل وحمتهم. أول ما جالها الخبر درت الناس، قالت لهم أنا ما أعرف. طبعا يعني أقل غلط عندهم كان الكذب يعني. لكن هي دورت على حياتها وكان عندها إيمان بربنا، وقالت الإله بتاعكم ده هو الإله العظيم اللي عمل وعمل وعمل. الله، يعني انت واخدة بالك ان هو نشف بحر صوف، بحر الأحمر، واخدة بالك ان هو بيعولهم بقى له 40 سنة؟ الحادثة بتاعت بحر صوف دي بقى لها كام؟ بقى لها 40 سنة فاتت، دي فاكراها، معرفش كانت عايشة ولا لا، بس سمعتها وسجلتها. هو ده الإيمان، ان انا اسمع واسجل واقول يا رب لا انا مش ناسي لك، مش ناسي انت عملت مع ابائي وعملت مع اجدادي وعملت مع القديسين وبتعمل في الكنيسه لحد النهارده وهتعمل معايا. ده هي يمكن ما كانتش عايشه في ذلك الوقت، ما اعرفش يعني كان عندها اقل من ال 40 تقريبا. الحادثه دي كان فات عليها 40 سنه، سمعتها وسجلتها. قلت لهم
أنا مش ناسي أن الإله بتاعكم ده عمل وعمل وعمل، وأتى الملكين كبار جدا لهم مساحات أرض ضخمة في شرق الأردن بتوع الأموريين اللي هم سيحون ملك الأموريين وعوج ملك بشان، وأنا عارفة هو ده الله اللي ما فيش زيه، الرب إلهكم هو الله في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت، ده الملك الكون كله، أنا مؤمنة بيه، أنا مؤمنة بيه. حلو خالص. ففي فرق بين أن أنا أسمع عن ربنا وبس، وبين أن أنا أسمع وأؤمن وأخذ قرار. طب أنت عايزة أي رحب؟ أنا عايزة أبقى معك. يا طب أنت سيرتك مش كويسة وحياتك مش كويسة، بس ربنا بيقبل الخطاة وأتوب وأبقى كويسة. ماشي طيب، بس تنقذني، تنقذوني أنتوا الاثنين، تنقذوني أنا وأبويا وأمي وإخواتي وأخواتي. فهم الناس شافوا الإيمان ده، الجاسوسين دول حتى كلامهم كان أضعف من كلامها، يعني بيقولوا، يعني بيقولوا لها إيه؟ يكون إذا أعطانا الرب الأرض أننا نعمل معك معروفا وأمانا، يعني زي اللي إيه؟ مش ضامنين 100%، هي ضامنة 100%، هي بتقول للرب أعطاكم الأرض خلاص. إيمان في واحد كده يعني ها مش ضامن هبقى هطلع قديس ولا قتل، انت لازم تكون قديس. وما الروح القدس ده بيعمل ايه؟ ما الكنيسه دي مفتحه ليه؟ عشان نكون قديسين، فمش اقل من كده، ولازم نجاهد عشان نكون قديسين ونخدم ربنا ونبقى نور العالم زي ما هو عايزنا. فهم قالوا لها حاضر خلاص نتفق، إذا أنت هتؤمني بكده هتحمينا، مش هتفشي السر بتاعنا، وهنعرف نخرج من المكان ده بسلام. هو برضو يعني هم في موقع في حكم الموت، هم مقفول عليهم الباب والناس بتدور بره، وطبعا هيقلبوا الدنيا جوه وكده، يعني ما يعني هيدوروا عليهم هيجيبوهم، هم في حكم الموت. هي أحيتهم وعطتهم يعني الأمان وحمتهم، قالوا لها خلاص إذا أنت لم تفشي السر يبقى أنت وكل بيتك هتحيوا، وإلا يبقى إحنا نموت مكانك. خلاص اتفقنا على كده. هي في وسط كلامها بتقول كلام لطيف خالص، بتقول إيه؟ تعمل أنتما أيضا، عدد 12، تعمل أنتما أيضا مع بيت أبي معروفا لأني قد عملت معكم معروفا، قد عملت معكم معروفا. في واحد كده إيه فاهم التوازن ده أو فاهم المعادلة دي، عارف إنه هو اعطوا تعطوا، اعمل رحمة ترحمه تبر الرحماء لأنهم يرحمه، اعمل خير تجده بعد أيام كثيرة، ارمي خبزك على وجه المياه تقول ده خير وراح، والخبز على وجه المياه ده هيقعد قد إيه؟ ده يدوب في دقايق وياكلوا السمك وانتهي، تجده بعد ايام كثيره. ده القانون الالهي في عدل، كما فعلت يفعل بك، عملك يرتد على راسك. دي ايه في عبيديه الانبياء الصغار، كما فعلت يفعل بك عملك يرتد على راسك، او حسب كلام السيد المسيح بالكيل الذي به تكيلون ايه يكال لك. فهي قالت انا عملت معكم معروف اعملوا معايا معروف. في واحد شاطر كده يحوش في السماء، يعمل معروف معنا في الارض علشان ربنا يعمل معه معروف في السماء، بيعمل خير على الارض، بيعمل اعمال محبه على الارض عشان يطلع السماء يلاقي رصيد، يلاقي المسيح بيقول له كنت جوعانا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. فاذا اعطانا الرب الارض اننا نعمل معك معروفا وامانا. من أول عدد 15، فأنزلتهما بحبل من القوة لأن بيتها بحائط السور وهي سكنت بالسور، أو هي كانت ساكنة بالسور. فهو يعني هما أول بيت راحوا داخلين فيه هو بيتها، وكان على السور على طول، فهي راحت منزلاهم بإيه؟ بحبل. الفرق بين الحادثة دي وبين بولس الرسول لما نزل من سور دمشق، ايه الفرق؟ لا ده غير الحبل القرمزي، الحبل ده حبل
ده غير حبل القرمزي، هنشوف الحبل القرمزي دلوقتي. لا حبل تخين يستحمل الناس، بس هم ماسكين في الحبل، هي بتنزله. يعني ممكن الحبل ده يتعمل فيه عقدتين مثلا كده، عقده من تحت وعقده من فوق، يسندوا رجليهم على عقده ويمسكوا في عقده وتنزلهم. لكن بولس الرسول دلدلوه في ايه؟ في سلم، زنبيل في سلم، في قفه كده تقيله ونزل قاعد، يعني نزل جوه القفه. لكن دول نزلتهم بالحبل واحد ورا الثاني، ماسكين في الحبل وبايه؟ وبينزلوا لحد ما يوصلوا الارض، وبعدين تشد الحبل واحد ثاني يمسك وتنزل. نعم، يمكن معها حد بيساعدها. هي يا ست كانت ست عندها ايمان. يعني يكون انسان عنده ايمان ربنا يفتح له سكه. يكون انسان عنده ايمان وعايز ربنا، ربنا يفتح له سكه لعمل الخير. ربنا يفتح له سكه، سكه ما يكونش حد. لكن اللي ما عندوش ايمان تلاقيه كسلان والسكه مفتوحه قدامه، يقول لك منين واعمل ازاي واعملها ازاي، ويقعد يجيب الحجج بقى. هو ما عندوش ايمان، ما عندوش دافع. هي عندها دافع، عندها ايمان وعايزه الحياه، هتموت. يا ستي ده انت عايشه في بلد غنيه وعظيمه واسوارها تخن كده، فين الخطر اللي بتقولي عليه؟ قالت لا لا لا، اصل هي ما تتحسبش. هي بالايمان عارفه الله اقوى من كل ده. شعب اسرائيل دول يطلعوا ايه بالنسبه لاريحا؟ اريحا حاجه عملاقه بالنسبه لهم، مدينه حصينه جدا، حاجه يعني هم اقزام بالنسبه لاريحا. لا، هي شايفه ربنا معاها، فقالت لا انا مش هعتمد على الاسوار دي، انا مش هحتمي في الاسوار دي، انا هحتمي في ربنا. ونشوف ازاي هتحتمي. فبيقول ايه من عدد 15، فانزلتهما بحبل من القوه لان بيتها بحائط السور، وهي كانت ساكنه بالسور، وهي ساكنه بالسور. وقالت لهما اذهبا الى الجبل لئلا يصادفكما السعاه واختبئا هناك. برضو ايه؟ بتديهم مشوره، يعني حريصه عليهم وبتديهم مشوره. اذهبا الى الجبل لئلا يصادفكما السعاه واختبئا هناك 3 ايام حتى يرجع السعاه، يرجعوا يدخلوا البلد يعني يقفلوا الباب، ثم اذهبا في طريقكما. فقال لها الرجلان نحن بريئان من يمينك هذا الذي حلفتنا به، هوذا نحن ناتي الى الارض، فاربطي هذا الحبل من خيوط القرمز في القوة التي أنزلتنا منها، واجمعي إليك في البيت أباك وأمك وإخوتك وسائر بيت أبيك، فيكون أن كل من يخرج من أبواب بيتك إلى خارج فدمه على رأسه ونحن نكون بريئين، وأما كل من يكون معك في البيت فدمه على رأسنا إذا وقعت عليه يد، وإن أفشيت أمرنا هذا نكون بريئين من حلفك الذي حلفتنا. فقالت هو هكذا حسب كلامكم، وصرفتهما فذهب وربطت حبل القرمز في الكوة، فانطلق وجاء إلى الجبل ولبث هناك 3 أيام حتى رجع السعاة، وفتش السعاة في كل الطريق فلم يجدوهما، ثم رجع الرجلان ونزلا عن الجبل وعبر وأتى إلى يشوع بن نون وقص عليه كل ما أصابهما، وقال ليشوع إن الرب قد دفع بيدنا الأرض كلها وقد ذاب كل سكان الأرض بسببه. رسائل مشجعة من ربنا وصلوها. فهما مشوا وقالوا لها تعملي علامة، تعملي علامة، لما هندخل جوه مش هنعرف. أنا عايز إحنا عايزين العلامة من بره، من على السور، من القوة دي اللي انت نزلتينا منها، تربطي حبل القرمز ده. او هي في الترجمة السبعينية خيوط، هي زي خيوط قرمز كده. ده يعني لونه ايه؟ احمر. والاحمر يشير لحاجتين، طبعا بيشير للدم، فالانسان بيحتمي في دم المسيح. ايه البيوت اللي كانت بتحتمي في الدم في سفر الخروج؟ ايام ايه؟ ايام خروف الفصح. البيوت احتمت في الدم، كان علامه من فوق ومن على القائمتين
والبيت كان فيه حياة وأمان، ما كانش فيه أي موت. ملاك الموت كان بيسيء يشوف الدم يعبر. فالإنسان بيحتمي، أدي علامة ودي علامة بعد رحاب، يبقى الإنسان بيحتمي في دم المسيح. من غير دم المسيح إحنا مدانين قدام ربنا. في دم المسيح نحيا، وفي دم المسيح نحتمي، وفي دم المسيح نتقدس ونتبرر في دمه. من غير الدم إحنا مدانين وإحنا خطاة، محكوم علينا بالموت. القرمز أيضا فاكرين إيه؟ في إشعياء يقول إن كانت خطاياكم كالإيه؟ كالقرمز أحمر غامق تبيض كالثلج. فهي علامة الاعتراف بالخطية. إنسان أنا ضعيف، أنا خاطي، واجي قدام ربنا واعترف واخد التحليل. يوم ربنا يقول خلاص مغفورة لك خطايا، إن كانت خطاياك كالقرمز تبيض كالثلج. ممكن تكون ده علامة توبة رحاب واعترافها بخطاياها إن هي ضعيفة وخاطية. على فكرة إحنا هنشوف بعد كده إن رحاب دي هيتجوزها واحد من الناس اللي يجوزها. هي ما كانتش متزوجة. هي عايشة بس في الخطية وخلاص. لكن تابت وتزوجها واحد مهم من نسل يهوذا وجابت بوعز اللي بعد كده بقى جد يسى أبو داود النبي وجه من نسلها المسيح. رحاب دي جه من نسلها المسيح. هو الإنسان كله خطية، لكن اللي عنده إيمان ويلجأ لربنا، ربنا يبرره ويقدسه ويدخله في النسل المقدس. ورحاب دي بعد كده بسبب إيمانها العظيم ده بقت جدة للسيد المسيح، وهي أصلا أممية. وده إشارة إلى أن السيد المسيح للكل، للكل وجاي للكل، لأن كله خليقته، والأمم دول ولاده وخليقته برضه. اتجوزت مين؟ موجود في إنجيل متى. خلفت بوعز، وبوعز خلف عبيد، وعبيد خلف يسى. لكن بصي في إنجيل متى في الإصحاح الأول يقول إيه؟ سلمون ولد بوعز من رحاب. سلمون ده من ابن نحشون، ابن عمينداب، ابن أرام، ابن حصرون، ابن فارس، ابن يهوذا، ابن يعقوب. فيعني بتاع 7-8 أجيال، لأن فرق طبعا ما بين يعقوب وما بين الوقت ده حوالي 450 سنة. وفرق برضو بين دخول أرض الموعد يعني عصر القضاء وبين داود برضو حاجة بتاعت مثلا 300 وشوية سنة. هي دخلت بالإيمان في بالاعتراف بضعفها وبالاعتراف أنها محتاجة لربنا. جميل أوي أن الإنسان يحس أنه محتاج لربنا، محتاج. فهي قالت له أنا محتاج، أنا ضعيف. يا ستي ده أنت في بلد قوية عظيمة شامخة. لا لا لا، مش هعتمد على حاجة زيك. لا العيلة بتاعتي ولا الفلوس بتاعتي ولا شطرتي في أن أنا بجيب زباين كل يوم والكلام الفاضي ده، ولا ادور على كده. انا انسانه غلبانه ضعيفه ومحتاجه ربنا. انا ما صدقت لقيتكم، لما صدقت لقيت ربنا وطريق ربنا همسك فيه. اعملي كده، حاضر هعمل كده. حطت حبل القرمز عشان تحتمي في دم المسيح، عشان تعترف بخطاياها وانها ضعيفه، وحطته على الباب. والمهم ان هم رجعوا ليشوع وقالوا له ايه؟ قالوا له كلام لطيف خالص. طبعا هو يشوع ما عندوش اي خطه يعمل ايه، ربنا هو اللي بيقوده. بس الكلام اللي قوله، أنا مش عارف الجواسيس قالوا له إيه، يعني قالوا له أكيد يعني البلد عملاق والأسوار عملاقة، مش عارف هندخل إزاي، يعني هناخدها إزاي بلد زي كده. بس كل اللي قالوه له، قالوا له كلام مشجع. قالوا له الناس قلبها ذاب، سكان الأرض قلبهم ذاب بسببنا، حاسين إن قوة ربنا معانا. هو ده اللي خلينا ننتصر، مش القوة المادية ولا الإمكانيات المادية ولا عدد أفراد الجيش، لكن اللي خلينا ننتصر إن إحنا معانا ربنا. والرب قد دفع بيدنا الأرض كلها. اطمن، الأرض قد دفع، الأرض
ربنا الرب قد دفع الأرض بيدنا الأرض كلها. فبكر يشوع نكمل الإصحاح الثالث. فبكر يشوع في الغد وارتحلوا إلى شطيم وأتوا إلى الأردن، حتى اللي هي على شط الأردن يعني من ناحية الشرقية. هو وكل بني إسرائيل وباتوا هناك قبل أن عبروا، يعني وقفوا كده على شط الأردن والمية بتجري من الشمال للجنوب، مية بتجري نهر الأردن منبعه من الجبال العالية اللي ناحية لبنان بين لبنان وسوريا كده، وبتنزل المية تملأ البحيرة الكبيرة بتاعة جنيسارت أو بحيرة طبرية، يطلع نهر الأردن يكمل بقى من بحيرة طبرية يفضل نازل لحد لما يصب في البحر الميت. وكان في أوقات بالذات في الصيف لما التلج يسيح من على الجبال مية تنزل كتير وبحيرة طبرية تفيد والنهر الأردن يبقى ميته جارية كتير قوي. وقت في الشتاء ما فيش مية كتير جارية، فالمية عشان ماشية في اتجاه واحد والمنبع مش بيحط مية فيه، فتلاقي النهر ضعيف وقرب يكون ما يكون ناشف يعني. حاليا نهر الأردن تقريبا ناشف، مجرد شكل تقريبا ناشف، ولكن وقتها كانت مية جارية كتير. وقفوا على الشط وعملوا حاجة مهمة. وكان بعد 3 أيام، يعني فضلوا بيتين على شط الأردن 3 أيام. وكان بعد 3 أيام أن العرفاء جازوا في وسط المحلة وأمروا الشعب قائلين: عندما ترون تابوت عهد الرب إلهكم والكهنة اللاويين حاملين إياه فارتحلوا من أماكنكم وسيروا وراءه، ولكن يكون بينكم وبينه مسافة نحو 2000 ذراع بالقياس، لا تقربوا منه لكي تعرفوا الطريق الذي تسيرون فيه، لأنكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل. هنا طبعا في كم نقطة جميلة. أولا إنهم مش هيتحركوا غير لما ربنا يتحرك معه. تابوت عهد الرب ده رمز لحلول الله في وسط شعبه، في لوحي الشريعة، في عصا هارون اللي افرخت، في قصة المن، وكانوا بيشيلوا الكهنة واللويين ويمشوا. فقالوا لهم ما تتحركوش غير لما تشوفوا تابوت عهد الرب قدامكم بيتحرك، وبعدين تسيبوا مسافة 2000 ذراع. يعني لو قلنا الذراع قرب النص متر مثلا، يعني حوالي كيلو أو كيلو حاجة بسيطة، علشان تبقوا شايفينه كويس. لو هو قريب، وهما طبعا كذا مليون، فلو تابوت عهد الرب قريب منهم خالص مش هيشوفوا كويس، يعني هيبقى متغطي عليه. لكن لما يكون في مسافة كده فكل الناس شايفاه من بعيد، فتحسوا ان في نظام دقيق. اولا ربنا لازم يكون قائد حياتي، نمره 2 لازم اكون في نظام دقيق، في نظام دقيق انا ماشي بيه، لا بجري ولا بحود يمين ولا بمشي على مزاجي، انا بمشي حسب القواعد، قواعد نظام. الكنيسه حاطه لنا نظام حلو، الروح القدس بيرشد الكنيسه من بداية الكنيسة من القرن الأول علشان تعمل كل حاجة بنظام وبحسب ترتيب. علمنا بولس الرسول لما سمع أن أهل كورنثوس بيلخبطوا في القداس وفي المناولة وفي الاجتماعات وحاجة، قال لهم إيه ده؟ أنتم مش بتجتمعوا للأفضل، أنتم بتجتمعوا للأرض. لازم يكون في نظام، تعملوا كده وتعملوا كده وتعملوا كده، مش أي واحد بيعرف يتكلم لغة عمال يشوشر على الباقيين، لا، لازم حد يتكلم في حدود وواحد يترجم. وكلمهم في حاجات كتيرة كانوا ملخبطين فيها، وقال لهم كل شيء يكون بلياقة وبحسب ترتيب، وقال لهم في حاجات تانية لما هاجي هرتبها، ما اجي لكم اقول لكم تتعامل ازاي بنظام. فالنظام حلو ومهم، ما ينفعش كل حاجة تمشي بطريق عشوائي، خاصة مع العدد الكبير ده. كمان حاجة جميلة إنه كان في حاجة اسمها العرفاء. العرفاء دول إيه؟ زي المعلمين بتوع الشعب، يدخلوا في وسط الشعب مجموعات مجموعات ويعلموا الناس، يدخلوا ويعلموا. فاكرين زمان تلاقي مثلا في الكنيسة تلاقي عريف يقول لك مرتل،
احنا بنقول عليه مرتب دلوقتي، كان زمان يقول عليه معلم او عريف. المعلم، المعلم او العريف، هو العريف يعني العارف. ها العريف، في قليل قوي، في مره شفت بس، يعني يبقى حافظ ويقعد يعلم الناس، يعلم الشعب المرضات حاجات بسيطة واحدة واحدة، وينمي مجموعات، يعلم الشمامسة فئات فئات، يعلمهم الألحان والتسابيح، يعلم. فهنا العرفاء مجموعة من الناس اللي هي اتعلمت صح، وراحت يشوع عطاهم التعليمات، راحوا ينشروها في ايه؟ ولجازوا في وسط المحلة، المحلة اللي هي مكان مكانه حلين يعني موجودين. فلا بد من وجود العرفاء والا الدنيا تتلخبط، لا بد من وجود تعليم للشعب والا الدنيا تتلخبط. وبعدين الليله السابقه للعبور نزلوا يفكروهم ويعلموهم، واستعدوا كويس قبل العبور، استعدوا كويس نظام دقيق، وبيقولوا لهم لانكم لم تعبروا هذا الطريق من قبل فلازم تمشوا عينيكم على تابوت العهد. طبعا ده كلام يعني ممكن نطبقه على نفسنا بسرعه جدا، لان احنا ما عبرناش في الطريق من قبل. مين عاش في الدنيا من قبل؟ مين في الدنيا عنده خبره من قبل؟ احنا بنعيش لاول مره ولا اخر مره، فكل يوم بالنسبه لنا جديد، لازم نكون عينينا على ربنا عشان ما ننتهش. احنا ما نعرفش النهارده في ايه بعد الظهر، وبكره في ايه، وبعده في ايه، كل حاجه بالنسبه لنا ما مشيناش فيها من قبل، لكن احنا عنينا على ربنا، هو اللي بيتقدمنا وهو اللي يفتح لنا الطريق وهو اللي احنا نتبعه، مركزين عليه نتبعه. وقال يشوع للشعب تقدسوا لان الرب يعمل غدا في وسطكم عجائب. جميل خالص، عشان ربنا يعمل عجائب لازم ايه؟ تقدس، تقدسوا في السبعينية، وقدسوا انفسكم، قدسوا انفسكم. فلازم الإنسان عشان ربنا يشتغل في حياته لازم يستعد، يستعد بالصوم، بالصلاة، بالتوبة، عشان ربنا يشتغل في حياته. وقال يشوع للكهنة احملوا تابوت العهد واعبروا أمام الشعب. الكهنة حاملين التابوت يتقدموا، فحملوا تابوت العهد وصاروا أمام الشعب. فقال الرب ليشوع اليوم أبتدئ أعظمك في أعين جميع إسرائيل لكي يعلموا أني كما كنت مع موسى أكون معك. وأما أنت فأمر الكهنة حاملي تابوت العهد قائلا عندما تأتون إلى ضفة مياه الأردن تقفون في الأردن. لطيف أن ربنا دايما عمال يشجع في يشوع، عمال يشجع في يشوع زي ما شجع موسى زمان قبل ما يبتدي الخدمة، وهو لما بيكلمه من العليقة وعمال يشجعه ويقول له إذا وأنا هديك كذا وهعمل لك كذا. ربنا برضه مع يشوع كده، ودايما ربنا مع خدامه بيقعد يشجعه، وهم بيبقوا حاسين إن هم قليلين وحاسين إن هم صغيرين وحاسين إن هم إمكانياتهم محدودة، لكن ربنا عمال يشجعه. كما كنت مع موسى أكون معك وهأعظمك في أعين جميع إسرائيل. ودي برضه من محبة ربنا اللي بيدينا كرامة من كرامته، وبيدينا نعمة من نعمته، مش احنا نطلب الكرامة لنفسنا، مش احنا نطلب الكرامة لنفسنا ولا من أي حد. الكرامة دي نعمة من ربنا، يديها للناس اللي بتكرمه واللي بتخدمه بقلبها، يديهم الكرامة. محدش يطلب الكرامة لنفسه ولا يقول أصل أنا كذا وما يعرفنيش أنا مين وأنا شهادتي إيه أو أنا وظيفتي إيه أو أنا إمكانياتي إيه. الكرامة دي نعمة من ربنا يديها لولاده الأمناء. أنا أعظمك في أعين جميع إسرائيل. فقال يشوع لبني إسرائيل تقدموا إلى هنا واسمعوا كلام الرب إلهكم. ثم قال يشوع بهذا تعلمون أن الله الحي في وسطكم، وطردا يطرد من أمامكم الكنعانيين والحثيين والحويين والفرزيين والجرجاشيين والأموريين واليابوسيين، سبع أمم.
هوذا تابوت عهد سيد كل الأرض عابر أمامكم في الأردن. فالآن انتخبوا 12 رجلا من أسباط إسرائيل، رجلا واحدا من كل سبط، ويكون حينما تستقر بطون أقدام الكهنة حاملة تابوت الرب سيد الأرض كلها في مياه الأردن، أن مياه الأردن المياه المنحدرة من فوق، يعني من ناحية الشمال، تنفلق وتقف ندا واحدا، ولم تقف، يعني تقف زي سور كده. ولما ارتحل الشعب من خيامهم لكي يعبروا الأردن والكهنة حاملوا تابوت العهد أمام الشعب، فعند إتيان حامل التابوت إلى الأردن وانغماس أرجل الكهنة حامل التابوت في ضفة المياه، والأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه كل أيام الحصاد، كانت أيام صيف، وقفت المياه المنحدرة من فوق وقامت ندا واحدا بعيدا جدا عن آدام المدينة التي إلى جانب سرطان والمنحدرة إلى بحر العربة بحر الملح، انقطعت تماما وعبر الشعب مقابل أريحة. فوقف الكهنة حامل تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجمع إسرائيل وجميع إسرائيل عابرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. المنظر ازاي؟ أول حاجة قبل ما نشوف المنظر نشوف كلام يشوع. كلام يشوع ربنا بيقوله أنا هأعظمك، مش كده؟ هو بقى عمال يعظم في ربنا. بصوا كم مرة يقول للناس الله الحي سيد كل الأرض، ويعيد تاني الرب سيد الأرض كلها، عمال يقول لهم اللي هيعمل كل الأعمال دي وهيديكوا كل الخير ده وهيخليكوا ترثوا كل الأمم العظيمة دي، هو سيد الأرض، هو ربنا العظيم الحي في وسطكم، هو ده اللي هيطرد طردا من أمامكم كل الشعوب. هو بيعظم وبيمجد ربنا. طبعا هو بيشجع الناس بيقول لهم ان انتوا معاكم قوه عظيمه، ده يساعدنا على طريق النمو الروحي وطريق الانتصار، ان احنا نبقى عارفين ان احنا الهنا ده اله عظيم، ان مفيش حاجه هتقدر علينا، ان كان الله معنا فمن علينا. فاحنا دي حاجه تشجعنا في الحياه الروحيه، ان احنا الهنا اله قادر، إله قدير وعظيم وجبار وسيد الأرض كلها، مفيش حاجة تقدر تقف وشنا مهما كانت. وبعدين بقى إيه الموقف؟ بيقول إنه أول ما الكهنة الحاملين تابوت عهد الرب اللي هو متقدمهم هيتلمس رجليهم المية هتنفلق المية، بس مش زي البحر الأحمر. البحر الأحمر لما موسى ضرب البحر جت ريح شديدة ونشفت الأرض والمية بقت سور من اليمين وسور من اليسار. لا هنا، لا هنا المية جاية من الشمال للجنوب، من الشمال للجنوب، فأول ما يلمسوا تنفلق المية، المية اللي رايحة للجنوب مشيت على طول ونزلت وترمت في البحر الايه المية بحر الملح، ها، وفضت مساحة كبيرة جدا، والميه اللي جايه من الشمال وقفت زي سور. الميه فتحت من ناحيه واحده قفلت من ناحيه كسور، والناحيه الثانيه الميه جريت، فايه كل الواسع ده نزلوا فيه وده في وش اريحه على طول وعدوا نهر الايه الاردن. واضح؟ طبعا الميه الاولانيه بتاعت البحر الاحمر اشاره للمعموديه، وهنا دخول لاورشليم السماويه، فالميه حتى ميه حلوه ميه الاردن. زاد ان تابوت عهد الرب هو اللي بيتقدمهم، وفضلوا واقفين الكهنه، خلوا الشعب يعبر والكهنه راسخين، يقول لك راسخين في الارض، واقفين في الايه؟ واقفين في وسط النهر اللي هو نشف ده، الميه شايفينها واقفه جنبهم وهم معديين في الارض الايه؟ الناشفه. وبيحكي انه الوقت ده يعني عشان ياكد ان دي مش حاجه سهله، ده وقت الحصاد والأردن ممتلئ إلى شطوطه، لأنه كان وقت بداية الصيف، فالمية كتيرة جدا نازلة من جبال، التلج اللي عليها بيسيح والأمطار كتيرة، فبتخلي الأردن مليان على آخر. كان أيام حصاد القمح في السبعينية، بيقول أيام حصاد القمح، يعني إحنا بنتكلم في مايو يونيو في الرينج ده،
والكهنة حاملوا تابوت عهد الرب على اليابسة في وسط الأردن راسخين، وجميع إسرائيل عبرون على اليابسة حتى انتهى جميع الشعب من عبور الأردن. فالتابوت إشارة لحضور الله في وسطهم، هو اللي بيتقدمهم، هو اللي بيحميهم، هو اللي بيأمن المسيرة والعبور بتاعهم. واقف كده بيأمن المسيرة، عبروا هو واقف مستني، عبروا بيأمن المسيرة حتى يعبروا بإيه؟ بسلام. وبعدين هاخد حتة صغيرة من الإصحاح الرابع، وكان لما انتهى جميع الشعب من عبور الأردن أن الرب كلم يشوع قائلا: انتخبوا من الشعب 12 رجلا، رجلا واحدا من كل سبط، وأمروهم قائلين: احملوا من هنا من وسط الأردن، من القاع يعني، من القاع، من موقف أرجل الكهنة راسخة 12 حجرا، وعبروها معكم وضعوها في المبيت الذي تبيتون فيه الليل. تاخدوا 12 حجر لكل سبط تذكار من قلب الأردن علشان الأجيال الجديدة تشوف أدي إحنا عبرنا الأردن، والحجارة دي في قاع من جايبنا من قاع الأردن. فدعا يشوع 12 رجلا الذين عينهم من بني إسرائيل رجلا واحدا من كل سبط. هتلاقوا دايما في تمثيل متوازن، يعني تمثيل متوازن دايما من كل سبط في واحد. وقال لهم يشوع: اعبروا أمام تابوت الرب إليكم إلى وسط الأردن، وارفعوا كل رجل حجرا واحدا على كتفه حسب عدد أصباط بني إسرائيل، لكي تكون هذه علامة في وسطكم. إذا سأل غدا بنوكم قائلين: ما لكم وهذه الحجارة؟ تقولون لهم: إن مياه الأردن قد انفلقت أمام تابوت عهد الرب. عند عبوره الأردن انفلقت مياه الأردن، فتكون هذه الحجارة تذكارا لبني إسرائيل إلى الدهر. ففعل بني إسرائيل كذا كما أمر يشوع، حملوا 12 حجرا من وسط الأردن كما قال الرب ليشوع حسب عدد أصباط بني إسرائيل، وعبروها معهم إلى المبيت ووضعوها هناك. ونصب يشوع 12 حجرا في وسط الأردن تحت موقف أرجل الكهنة حاملي تابوت العهد، وهي هناك إلى هذا اليوم. والكهنة حامل التابوت وقفوا في وسط الأردن حتى انتهى كل شيء أمر الرب يشوع أن يكلم به الشعب حسب كل ما أمر به موسى يشوع. وأسرع الشعب فعبروا، وكان لما انتهى كل الشعب من العبور أنه عبر تابوت الرب والكهنة في حضرة الشعب، كانوا شايفينهم بقى بيعبروا وراهم. وعبر بنو رأوبين وبنو جاد ونصف سبط منسى متجهزين أمام بني إسرائيل كما كلمه موسى، نحو 40,000 دول اللي هم من سبطين ونص اللي هم في الشرق، عبر 40,000 واحد شباب للحرب متجردين للجند، عبروا أمام الرب للحرب إلى عربات أريحة. عربات أريحة اللي هي المنطقة اللي حوالين أريحة أو قصاد أريحة. في ذلك اليوم عظم الرب يشوع في أعين جميع إسرائيل، فهابوه كما هابوا موسى كل أيام حياته. حاجة جميلة جدا فكرة التذكار دي بتاعت الحجارة، فكرة مهمة. احنا محتاجين جدا التذكارات، محتاجين نتذكر احداث، اشخاص، اعمال ربنا معانا. عشان كده احنا عندنا تذكارات كل يوم، كل يوم عندنا تذكار، سواء مجمع، سواء قديس، سواء شهيد، اعياد، اصوام. التذكارات دي بتخلي الانسان دايما مصحصح وشايف عمل ربنا في حياته، تقوي ايمان الناس اللي قبليه، الأصلي الأجيال اللي هتيجي بعديه لما يشوفوا أعمال ربنا اللي حصل، سواء كانت أحداث تاريخية أو معجزات أو سير قديسين، دي كلها تذكارات وتتسجل كده. فهو حب يعملها كده ويسجلها عن طريق ال 12 حجر دول في مكان العبور، عمل ال 12 حجر، وفي أرض الموعد خدوا معاهم 12 حجر تانية. وبعد كده يقول في الآخر: عظم الرب يشوع في أعين جميع بني إسرائيل، فهابوه كما هابوا موسى. فزي ما قلنا، التعظيم والمهابة تيجي لخدام ربنا كهبة من ربنا، مش نتيجة أعمال معينة يعملها أو طلب تكريم من الناس، لكن دي تيجي من ربنا. أكمل بسرعة لأن الإصحاح خلاص خلص. وكلم الرب يشوع قائلا: مر الكهنة حاملي تابوت الشهادة أن يصعدوا من الأردن.
خلاص خلصنا وطلعنا، يبتدوا يصعدوا بقى من تحت. فأمر يشوع الكهنة قائلا اصعدوا من الأردن. وكان لما صعد الكهنة حاملوا تابوت عهد الرب من وسط الأردن، واكتذبت بطون أقدام الكهنة إلى اليابسة أن مياه الأردن رجعت إلى مكانها وجرت، يعني كانت واقفة واقفة كده من ناحية الشمال، نزلت وجرت ونزلت بدأت تتحرك وجرت إلى كما من قبل إلى كل شطوطه وملت الشطوط بتاعته. وصعد الشعب من الأردن في اليوم العاشر في الشهر الأول وحلوا في الجلجال، دي أول منطقة يعني حطوا خيامهم فيها، في تخم أريحة الشرق، يعني شرق أريحة بين أريحة وبين نهر الأردن، دي حتة دي اسمها الجلجال. والاثنى عشر حجرا التي أخذوها من الأردن نصبها يشوع في الجلجال، وده أول مكان هيكون فيه خيمة الاجتماع، هتقعد مدة طويلة في المكان ده. وكلم بني إسرائيل قائلا، يشوع كلم بني إسرائيل، إذا سأل بنوكم غدا آباءهم قائلين ما هذه الحجارة، تعلمون بنيكم قائلين على اليابسة عبر إسرائيل هذا الأردن، لأن الرب إلهكم قد يبس مياه الأردن من أمامكم حتى عبرتم كما فعل الرب إلهكم ببحر سوف الذي يبسه من أمامنا حين عبرنا، لكي تعلم جميع الشعوب الأرض، جميع شعوب الأرض تعلم جميع شعوب الأرض يد الرب أنها قوية لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. يبقى الشعوب دي شعوب غريبة هتعلم وتكتسب معرفة إن الله يده قوية، إنما بالنسبة لكم بقى أنتم تزدادوا مخافة لكي تخافوا الرب إلهكم كل الأيام. يبقى الشعوب الغريبة تفهم وتعرف قيمة إله إسرائيل وقوته، وأنتم تخافوا ربنا أكتر وتكتسبوا مخافة. في السبعينية بيتكلم على مش بس تخافوا الرب، لا to worship him، تعبدوه وتعبدوا الرب، يعني مش مخافة وأنا واقف بعيد، ده مخافة يعني أعبده وأعمل شركة معاه بالروح والحق وبكل مخافة ومهابة. كده خلص الإصحاح الرابع، وإن شاء الله نكمل الأسبوع الجاي، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد. تفضل نصلي. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا رب يسوع من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي اخترتنا بتقديس الروح وتصديق الحق، اخترتنا نكون شعبك وأولادك. نشكرك يا رب أنك تتقدم خطواتنا كل يوم، لأن احنا من غيرك يا رب ما نقدرش نتحرك، ومن غيرك يا رب ما نقدرش ننمو ولا ننتصر، لكن بيك يا رب وأنت تتقدمنا بتابوت عهدك بمحبتك بكلامك المحيي بصليبك تفتح لنا الطريق المؤدي إلى الحياة الأبدية، حتى ولو كان من الصعب تجاوزه كنهر الأردن، لكن أنت يا رب تفتح لنا الطريق تسير أمامنا فيه وتؤمن مسيرتنا حتى النهاية. باركنا وسندنا بيمينك بركة أمنا ست العذراء، بركة كروزنا مريم مرقس كل القديسين، استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الذي إلى الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.